عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. قد منا روحك. فوفا من بنزرت. مرحبا. يعايشك. نحكي اليوم على هل انه الارتباط ولا يخوف الشباب، ايه ولا لا؟ من ناحية يخوف يعني؟ مثلا من ناحية الماديات والمسؤولية ونسب الطلاق المرتفعة. صحيح فما موجودة في تونس بكثرة لأسباب متعدة، أكثريتها الشباب يتهربوا من المسؤولية، والبليبار ما يحبوش يعني يرتبطوا، يحبوا رواحهم ليبر. ممكن يقول لك المسؤولية نعرفش، فما عبيد تحب يعني المسؤولية وتتحمل المسؤولية، فما عبيد تقول لك ليه ما نحبش أنا نتحمل المسؤولية. سيختو يبدو مثلا في العمر الصغير يقول لك انا نحب نعيش حياتي هكاك، ما نحبش نتربط بمسؤوليه، من بعد تولي لي زواج وخشاشر وكل شيء. وفما عبيد اخرى تخمم تقول لك تحب نتربط في عمر صغير، نعمل عائله ومسؤوليه وكا. مثلا فما ملاحظه لاحظوها الناس الكل انه سناء في صيف سناء ما فماش بريسك عروسات. والله شو نقول لك يعني، فسر انه النسبه قليله نتاع اللي قاعدين يعرض. صحيح هاني قلت لك باش نقول الكوتي نتاع مجتمعنا. اول حاجه ساعه الدنيا صعبت، انسان باش يوصل يعنيتها يبني دار والا يكون روحه وكل شيء حبت له وقت طويل، سيختو في بلادنا. يعني ينجم يكون الظروف ما تسمحلوش يعني باش يعرس. هكاك فما نعرفش كيفاش باش نقول لك، كل واحد وكيفاه يرى. كيف نحكيو مثلا عليك انت شخصيا؟ اي خاف من الارتباط والمسؤوليه؟ بالعكس ما نخافش. انا انسانه من صغرتي نتحمل مسؤوليه وحدي، يعني ملي عمري 15 يعني ما نعمل على حتى حد، كان على روحي يعني، ما يقلقنيش اني باش نتربط اليوم ولا غدوه، يعني المهم اني نلقى الانسان اللي بالرسمي يعني يتحمل المسؤوليه ويستاهلني يعني باش نكمل معاه حياتي. هكا يعني بالنسبه لي انا ما نخافش من المسؤوليه، ما انا مستعده لها اليوم ولا غدوه. انك تلقى الشخص المناسب مهمه صعيبه. الشخص المناسب اللي هو باش يكون في حياتي، مش نامبورت كي يعني باش يحب يدخل لحياتي نقول له اوكي نحلوا الباب ونقول له اوكي تفضل، لا انسان لازمني نبدا انا مقتنعه به ونحب نكمل معاه حياتي وكها. مهمه صعيبه انك تلقى الشخص المناسب؟ بليز موا شو تنجم تكون صعيبه تنجم تكون لا، الأكثرية صعيب باش تلقى إنسان إنه يفهمك، يفهم طبيعتك، يفهم تصرفاتك، يبدلك الرأي، ما يعكسكش في مثلا في حاجات، ويفهمك، يفهم الشخصية متاعك. شنو آخر يعني؟ راها يعني صعيب إنك تلقى حد يفهمك. قلت لك صعيب، مش صعيب صعيب، أما صعيب شوي شوي هكي، لا هي سهلة لا هي صعيبة، متوسط. والأولاد الحلال موجودين معناها كيما البنات الحلال موجودين؟ لا موجودين، كيما فما بنات حلال كيما فما أولاد حلال، فما وأنت وين تحب تحط روحك، فهمت؟ فما بأولاد الحلال وفما بنات الحلال، ما نكذبوش على رواحنا. ترى انه اي فتاه باش ترتبط بشخص كيما زاد اي شاب معناه لازم قبل الارتباط يثبت ويعرف وين يحط ثقيل؟ اكيد كيما الطفل لازم يثبت كيف يعني شكون اللي باش يشاركها حياته، كيما الطفله زاد لازمها تعرف شكون باش يشاركها حياتها، لازم يثبت من الاول باش يعرف على شنو هو قادم للاخر، مش اليوم يختار هالإنسانة هذيك بعد عام ولا عامين يطلقوا هاك اعطيني انا تويك نعرس وكها ومن بعد ما تعرفش شنو القدام. لا لازمك من الاول تثبت انك تعرف اللي الانسان هذاك اللي اخترته بور دو بون باش تعيش معاه، مش عام وعامين ومن بعد يمشي على روحه. لا حاجات اللي لازم يثبتوا فيهم كيفاه يعني باش يعني قبل الارتباط لازم يتاكد منهم
ما بالنسبة لي أنا الطبيعة متاحهم يعني طبيعته هو طبيعتها هي إسكو يعني يتفاهموا ما يتفاهموش، فما حاجات دي بوا مثلا هو يفرضهم عليها هي إسكو يعني تقتنع بهم وإلا لي، وهي زادة كيف كيف وكا هذي بالنسبة لي أنا. توا نسبة الطلاق مرتفعة، شباب ولا متردد على الزواج، شنو هي الحاجة؟ أكثر حاجة في بلادنا المعيشة، الحق صعبة توا إنسان مثلا يعرس لك السنة مثلا عام الجاي ولي عنده بيبي وكل شيء، تكون مثلا خدمته على قدها وكل شيء، شهر يخلص مثلا في 500,000 700,000 وكل شيء، ما وضو كري كان ما عندوش دار كري وكل شيء، وزيد يجيب بيبي وكل شيء، يتحمل مسؤولية يولي على أعصاب ويولي ستريسي، منين باش نجيب يولي كذا وكذا، باش يكردي باش يتسلف، يولي يفد، تولي مشاكل بينه وبين مرته في مصروف الدار، برشا حاجات. غلاء المعيشة هذه يأثر على تفكير الفتاة باش إني تختار شخص لازم يكون لابس به ماديا؟ فما الفلي باري خمو هكيكا، اما بالنسبه لي انا بيرسونيلمون لي ما خممش هكيكا، انا الانسان اللي باش يكون شريك حياتي باش يكون يد بيد معاه، يعني هو يخدم وانا نخدم، اما مش انا نخدم وهو ما يخدمش، لا نكونوا يد بيد اوكي نتعاونوا بالموجود، اما فما الفلي باري خمو انهم يحبوا ياخذوا انسان لاباس عليه يوفر لهم كل شيء، اما ذي صعيبه برشا، ما اما بالنسبه لي انا ما نحبش نعمل على حد انه باش يوفر لي اللي حاجتي بيه، سي هاني قلت لك نتعاونوا مع بعضنا كها، اما باش يوفر نشوف الوضع نتاع تونس ومازال فما شكون ينجم يوفر كل شيء. صعيب صعيب، هو كي يوفر للروح ويتسمى بالقدا هاكا. تنصح البنات البنات؟ ننصحهم انهم يعملوا على رواحهم، يخدموا على رواحهم، ما يخليوا جناحهم تحت حتى حد، رحمه حتى حد ابار والديك، حتى والديك ما صحيح تعمل عليهم وكل شيء، اما كوميم كي توصل للعمر معين هما في صغرتك تعبوا عليك خدموا عليك كل شيء، في كبرك تنجم يعني في كبرهم هما انت يعني باش تخدم عليهم وترجع لهم اللي فات، ما تزيدش يعني عليهم وكل شيء، هكا الاكثريه انهم يعملوا على رواحهم ما يعملوا على حتى حد. هل لك كلمة الختام ربي يهدي ولاد تونس وبنات تونس ويتحملوا المسؤولية، وكي يعرفوا إنسانة ولا كي تعرف إنسان يعني يكون نهايتها زواج مش غولاسيون تمبورير ومن بعد تمشي على روحها، لا هكا. شكرا.